مبادرة شخصية وجهد ذاتي مع طاقم العمل قدرنا نوصل للي انت شايفه اليوم في ظل الحصار وظل عدم الإمكانيات المتوفرة موجودة. فهذا اللي طلع معانا في هالمبادرة على أساس نقدر نفرح هالأطفال ونرجع نقعدهم على مقاعد الدراسة من أول وجديد. اليوم تفاجأنا فيه جدا 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 لدرجة انه معظم الناس اللي في المكان هنا زعلوا. موجود عندنا فوق 2000 طالب في عمر البستان وعمر التمهيد والروضة. اليوم مش قادرين نعمل كنترول. المكان عندنا اليوم بيقدر يقدم خدمة لحوالي 80 شخص على فترتين. لو بدنا نفترض انه احنا بدنا نشغل فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، تقدر تقدم خدمة ل80 طالب. طب والباقيين هذول، باقي 2000 طالب هذول مين بتقدمهم؟ نرجع نعلم الطفل من أول وجديد إنه الحرب بعد ما بتخلق وبعد الدمار ما بيصير فيها لازم نرجع نتعلم ولازم نرجع نقرأ ونكتب عشان يطلع من عنا دكتور ويطلع من عنا مهندس يبني البلد بعد ما تهدمت.